إصابتك يا بشار الأسد تحرق المصاحف، أما أنك لا تعلم بذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما مزقتم وحرقتم هذا المصحف أن يمزق ملكك عن قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الله أكبر عليك يا بشار الأسد، الله أكبر عليك. الله أكبر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن